قداسة الباب شنودة، أهلا بحضرتك في العاشرة مساء، أهلا بك. ويشرف هواء العاشرة مساء أن تكون ضيفا في هذه الحلقة. صلي البركة. قداسة البابا، أولا اسمح لنا أن احنا نتقدم ليك بالتهنئة على سلامتك وعلى عيد ميلادك في غاية الوقت. الشكر. ولو أن البعض اعتقد أنه يعني هذه الأيام فيها شيء ما، لم تجعل هناك رغبة كبيرة في الاحتفال أو ما يبقاش في مظاهر احتفالية أبدا، هل ده بسبب الوعكة الصحية اللي حضرتك مريت بيها مؤخرا، ولا بسبب الظرف العام أو الظرف العالمي وما يحدث في لبنان، ولا بسبب مناغصات داخلية في مصر؟ إيه اللي ممكن يخلي البابا يرجي أي نوع من الاحتفالات؟ أنا لقيت إن الاحتفالات كترت. احتفال بعيد الرهبنة في 18 يوليو، والاحتفال بميلادي في 3 أغسطس، ثم فيما بعد الاحتفال بالتتويج في نوفمبر. فاكتفيت بحفلة التتويج وقلت بلاش الاحتفالات الأخرى، مفيش داعي ليها. وعن حالتك الصحية قداسة البابا، لسه مصر ما تعملش عملية وتكمل علاجك دوائيا؟ عمليات العمود الفقري ليست سهلة، وأنا باستمرار أقول طول ما وراي العمود الفقري ده مفيش فايدة. طول ما العمود الفقري وراك مفيش فايدة. فهي عمليات صعبة ومش مضمونة. فأنا قلت أن أؤجلها لغاية لما يبقى الحل الوحيد هو ده. نعم. قداسة البابا، لا أستطيع أن أبدأ حواري مع بابا الكنيسة القبطية في مصر المعروف أنه بيبدي آراءه ومواقفه في الظروف ليست فقط الداخلية ولكن الخارجية. ما يحدث في لبنان الآن، بالرغم من الأطراف الضالعة فيه أو المتصارعة فيه، هي حزب الله وهو حزب إسلامي شيعي، وإسرائيل تمثل العقلية أو تمثل جزء من العقلية الصهيونية اليهودية، إلا أنه بالتأكيد قداسة البابا له وجهة نظر أو يرى الأمور بشكل خاص. كيف ترى الأمور من وجهة نظرك؟ الحرب في لبنان هي مقدمة للاحتكاك بسوريا، وأيضا بإيران، وأيضا لمعرفة ما ردود الفعل عند العرب إذا حدث شيء في لبنان. جسنبت طبعا، هل يصمتون أم يصمدون؟ والأمر يختلف يعني. مش مجرد لبنان، لبنان دي مقدمة لما يحدث بعدها، أو اختبار لقوى العرب وهل يتدخلون أم لا يتدخلون. ولكن هناك أصوات عربية قداسة البابا تعتقد أن أو أعلنت أن حزب الله قد يكون أخطأ عندما قام باختطاف أو بأسر الجنديين الإسرائيليين، يعني وبالرغم من أن وجهة النظر دي يمكن غير متفق عليها أبدا، ولكنها وجهة نظر مطروحة. أريد أن أعرف وجهة نظر قداسة البابا في السيناريو الذي حدث في الأسابيع الماضية. هو مفروض أي عمل سياسي أو حربي تحسب ردود فعله، فخطف الجنديين كان يجب عمل ردود الفعل بتاعهم، هيجرى ايه بعدين؟ ثم يعني ليست عملية خطيرة ان الجنديين اختطفوا لما يقابلها هذا التخريب الضخم في الجنوب اللبناني، يعني حاجة لا توازي. هي بس حكاية الجنديين دي حيلة للتدخل.
إسرائيل تقول أنها تدافع عن أمنها القومي وعن مدنيها. من حقها أنها تدافع عن أمنها القوم، بس تدافع بطريقة معقولة، مش بطريقة تخريبية ضخمة بهذا الشكل. هل تعتقد قداسة البابا، حضرتك قلت ان دي ممكن تكون حالة من جس النبض لردود الافعال الممكن حدوثها، هل تتوقع في القريب او في البعيد، او لا تتوقع ان يكون في تدخل اكثر في المنطقة من القوى، من الادارة الامريكية واسرائيل؟ هل تستشعر ذلك ام تستبعده؟ الإدارة الأمريكية لا تحب أن تكون ظاهرة، إنما تعمل من خلال غيرها، وهنا تعمل من خلال إسرائيل، لكن لا تكون ظاهرة، بحيث إذا وجه إليها اللوم تقول أنا ما عملتش حاجة. كثير من التصريحات أو الرؤية الإسرائيلية لتصريحات البابا شنودة بتضعها في خانة أنه البابا شنودة منذ زمن يكره إسرائيل، يعني بيعتقدوا أنه، أو يعني في ترويج لفكرة أنه البابا شنودة أحيانا لا يكون موضوعيا عندما يقيم بعض الأفعال أو ردود الأفعال لإسرائيل، لأنه منذ سنوات ومنذ أن كان مجند في الجيش المصري وبعدها وبعد أن أصبح البطريرك، هو يناصب إسرائيل العداء غير الكثير من الكنائس الأخرى، وهم يأخذون عليك هذا بشكل علني. أنا لا أعادي أحدا من الناس ولا أعادي إسرائيل، إنما لي تعليقات على مواقفها السياسية سواء في القدس أو في غير القدس، يعني أختلف مع السياسة الإسرائيلية في موضوع الاحتلال للأراضي المقدسة، وأختلف معها في سياسة القمع الإجباري للشعوب كشعبي فلسطين ولبنان، وأختلف معها من قبل في موضوع دير السلطان الذي يخصونا في القدس، لكن عداوة لا، هي مسألة خلاف في السياسة لكن ليس عداوة، لأن لا يجوز لرجل دين أن يكون في قلبه حقد أو عداوة لأحد، لكن ممكن أنه يختلف في السياسة، دي ما فيهاش غلط. ولكن بعد أن قام الفاتيكان بتقديم نوع من الاعتذار لليهود الحاليين، يعني المسألة لها شق ديني، الفاتيكان قدم نوع من الترضية والاعتذار لليهود الحاليين وبرأهم من دم المسيح عليه السلام، أصرت الكنيسة القبطية على أنه موقفها مختلف مع موقف الفاتيكان، وهذا أيضا يدخل في نفس السياق. كون أن الفاتيكان يبرئ نفسه، هو ما عملش حاجة عشان يبرئ نفسه، إنما يريد أن يبرئ من حادثة في التاريخ حدثت من قبل، لكن كون أن هو يعتذر عن أي خطأ، لا يوجد خطأ ارتكبه حتى يعتذر عنه. أنا محبش المظاهر اللي من بره، لكن أحب كل عمل يكون له عمقه وأسبابه. فاللي بيعتذر عن إيه؟ هو الاعتذار عن وصم اليهود بأنهم قتلوا المسيح، يعني هكذا كان السياق. الإنجيل بيقول كده، فهل الفاتيكان ضد تعليم الإنجيل؟ نعم. قداسة البابا، ما زال الحديث عن علاقة مصر أو العرب بإسرائيل، لأن الأحداث الآن بتجبرنا على الاستمرار في هذا في هذه الجزئية. موقفك ايضا من اسرائيل، او منعك انه المسيحيين اقباط مصر ان هم يحجوا للقدس، قد دفعت ثمنه حتى سياسيا، يعني كان جزء منه او البعض اعتقد انه ده كان واحد من اسباب خلافك مع الرئيس
السادات قبل ذلك بسنوات. هل تعتقد ذلك أيضا؟ أنا منعت الأقباط من زيارة القدس عن عقيدة وعن أسباب، وما يهمنيش النتائج إيه. أولا كثير من الأقباط يريدون زيارة القدس، صحيح، فلو سمحت به عشرات الآلاف سيذهبون، هم يتلهفون للذهاب إلى القدس. وإذا ذهب عشرات الآلاف إلى إسرائيل سيكون هؤلاء تحت تأثير الإعلام الإسرائيلي في ذلك الوقت، ولا نستطيع أن نمنع هذا الأمر، ولا نعرف بأي فكر سيعودون. دي من جهة. من جهة تانية سيقومون نهضة إعلامية واقتصادية لإسرائيل في ذلك الوقت، فإسرائيل هي المستفيدة وليسوا هم. ثالثا ماذا سيزورون لكي يتبركوا منه؟ هل مجرد الأماكن التاريخية، أم حينما يزورون تلك الأماكن يرون الصراع الدموي الموجود فيها فيخرجون بتأثير عكس ما يريدون؟ احنا كمان كون انهم يزوروا اسرائيل في فترة الاحتلال يحمل هذا الامر نوعا من تطبيع العلاقة مع اسرائيل، وهذا ما تريده اسرائيل. وايضا يحمل معنى انهم يقفون ضد الشعور الفلسطيني في تطبيع العلاقة. يعني هيفيدوا الفلسطينيين بإيه، وهم نفسهم هيستفيدوا بإيه؟ هل صحيح أنه قدستك لم تكن تريد أن تضع الأقباط مصر في يوم ما، حتى وإن كان بعد عشرات السنين وقد تكون الأحوال قد تغيرت، في موقف أن الأقباط هم الذين شقوا الصف العربي، أو أن هم اللي خلفوا الرأي الموحد، أو هم اللي أقدموا على خطوة الغالبية العظمى تمتنع عنها؟ يعني خايف على مستقبل الأقباط بعد سنوات وسنوات إذا ما حصل نوع من الاندماج أو السفر والمجيء من إسرائيل؟ ومن غير بعد السنوات، حاليا سيشعر العرب ان الاقباط شزوا على القاعدة وذهبوا الى اسرائيل في حين لا يذهب اليها احد اطلاقا. ولكن لا مانع ان احنا كلنا نذهب اذا كنا كلنا ايدينا في ايد بعض. يعني انا قلت انا مستعد اذهب الى هناك اذا كان ايدي في ايد فضيلة شيخ الازهر، نخش مع بعض. لكن لماذا يطالب الأقباط وحدهم بأنهم يروحوا إسرائيل؟ أو لماذا يلامون على ذلك بينما كل العرب لا يذهبون إلى هناك؟ نعم. ليه نخص الأقباط بهذه الناحية يعني؟ نعم. يعني حضرتك تتجاوز عن فكرة اللهفة والإحساس بالانجذاب لأداء الحج إلى الأراضي المقدسة، تتجاوزه لأبعاد طويلة الأمد. لا ننسى أيضا أن بلادنا فيها مواضع مقدسة، فإن كان السيد المسيح قد ولد هناك، السيد المسيح هو والعائلة المقدسة كان عاشوا 3 سنوات ونصف في مصر، وباركوا وقدسوا كثيرا من الأماكن الموجودة فيه. وفي سفر إشعياء النبي إصحاح 19 بيقول مبارك شعبي مصر. عبارة شعبي معناها أن اليهود ليسوا فقط شعب الله، ده ربنا بيقول شعبي مصر ويعطيهم البركة. فليه أن احنا ننسى المقدسات اللي في بلادنا ونذهب
لزيارة مقدسات في بلاد أخرى يكون في زيارتها خطورة معينة أو ألوان من الخطورة. قداسة البابا، يمكن قبل اللقاء حضرتك أنا سألت سؤال قد يبدو يعني سذجا أو سخيفا، بس يعني لم أمنع نفسي من سؤاله، لا العفو اتفضل. لأنه فكرة الاعتكاف موجودة، يعني موجودة في المسيحية وفي الإسلام، موجودة في شرائع كثيرة جدا. إنما أن يعتكف شخص 6 سنين في مغارة، يعني أمر فيه صعوبة شديدة جدا، يعني ماذا تتذكر من تلك الأيام؟ هذه الصعوبة كما ترينها أنا مررت فيها بالتدريج، يعني كنت في الأول راهب وسط مجمع الرهبان أختلط معهم في كل شيء وأخدمهم وأعيش حياة الرهبنة في اتضاعها من كل ناحية، ثم بدأت أعتكف في قلايتي داخل الدير، ثم أصبحت أعتكف في قلاية خارج الدير، ثم ذهبت إلى مغارة قريبة من الدير على بعد حوالي 4 كيلو، ثم ذهبت أخيرا إلى مغارة على بعد حوالي 12 كيلو بعدا عن الدير. بالتدريج بالتدريج الإنسان الذي يشعر بصعوبة القضاء في الوحدة هو الذي لا يعرف كيف يستغل وقته، فما دام مش عارف يستغل وقته يشعر بالملل والضجر والرهبة في الخروج، لكن إذا كان يستغل الوقت فيما يفيد يفرح بالقعدة لوحده لأنه منتج في خلوته. فترة وجودي في المغارة ليست فقط مجرد فترة للعبادة والخلوة، إنما كانت أيضا فترة للقراءة وأيضا للكتابة وربما للتأليف أيضا، فكنت أستغل الوقت وأنا أشعر باللذة وأنا قاعد لوحدي أقرأ أو أكتب أو أألف، أو إن أنا قاعد لوحدي مع ربنا برضه نفس الوضع. يقال أن هذه الخلوة الممتدة واحدة من أهم العلامات البارزة في حياة بابا شنودة، وفي يعني مقارنة بتجارب الاعتكاف الأخرى، يعني تجربة مميزة جدا، أنها ربت أو زادت في طباع البابا شنودة بعض السمات التي لازمته فيما بعد، يعني فكرة الصلابة، التحمل، و الصمت أحيانا، الصمت والعناد أحيانا أخرى. سامحني قداسة الباب، يعني إلى أي مدى تشكك أو يعني تخطئ كلامي؟ لا أنا لا أخطئ كلامك لكن أختلف معك في التعبير. تفضل. عبارة العناد نستبدلها بالثبات على المبدأ. لا يعني موقف الكنيسة الخانكة مثلا في سنة 71، يعني فكرة انه عندما قامت وزارة الداخلية باستقطاع الاجزاء اللي ما كانش لها تراخيص من تلك الكنيسة، يعني تدخل الدولة بشكل ما ضد المباني الغير مرخصة او دار العبادة الغير مرخصة، موقف البابا وانه خلى الاساقفة يصلوا، يعني هذا يعني ده برضو موقف كاشف في شخصية البابا، ان مش عارفة بقى كاشف عن ايه. شوف موضوع الكنائس كان موضوعا شائكا، إما طاعة القانون في أن لا تبنى كنيسة إلا بترخيص، ولكن الترخيص غير ممكن فماذا يفعل الناس؟ هل يمتنعون عن العبادة لأن وزارة الداخلية لا تريدهم أن يعبدوا الله؟ واللي يعبدوا ربنا واللي يحصل يحصل، معلش انا بقول لك على الحاصل. يعني في كم كنيسه في مصر قداسه الباب في تقديرك؟ انا مش في ذهني عدد الكنائس بالظبط. تقريبا بنتكلم في قد ايه يعني في مصر كلها؟ يعني من اسكندريه لاسوان؟ ايوه الاف طبعا. نعم، وهذه الكنائس لا تكفي
لاحتواء زوار الكنائس في اعتقاد في اعتقادكم يعني. افرضي ان الاقباط فرضا حوالي 10 مليون فرضا، هم اكتر من كده معلش، ولكن في التعداد الرسمي يطلع اقل. طب والتعداد الغير رسمي تقريبا كام؟ حوالي كده يعني. فلما يكون كده يبقى لو 1000 كنيسة على 10 مليون، يبقى كل كام فرد له كنيسة؟ أكتر من 10,000؟ مش ممكن. فلو قلنا إن الكنيسة 9500 أو 600 أو 1000، 1000 والمليون 1000 1000، المليون 1000 1000، نعم والعشرة مليون 10,000 1000. ايوه إذا كانت الكنيسة 9,000، يبقى يحتاجوا لكم كنيسة؟ إما إن إحنا نقول للناس إنهم لا يعبدون الله، وإما يعبدوا ربنا، واللي يحصل يحصل. نعم ولا مؤاخذة يعني. يعني واحد مرة سأل وقال لماذا يبني الأقباط كنائس بطريقة غير شرعية؟ والإجابة لأن ما فيش وسيلة للبناء بطريقة شرعية. نعم حيثما تعدم الوسيلة هيضطر الإنسان يبحث عن وسيلة أخرى.